سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا التحميره راسكم بدون ما تشريوها من الزنقه، ما كتعرفوا شنو فيها التصبغات وداكشي اللي كيكون مطحون معاها. اول حاجه كنشدوا فلفله حمراء وكنغسلوها مزيان مزيان وكنديروها تسقطها في واحد الشبكه حتى كتنشف. ومن بعد هنا من بعد ما درناها في الشبكه وخليناها كتسقطر على ما تنشف، من بعد ما كتنشف الفلفله مزيان الى ما يتشفاش لينا مزيان نحاولوا نشفوها بشي منديل، كنبداو نقطعوها بهذا الشكل. ولكن ديك البيوضه اللي كتكون في الفلفله كنحيدوها، هاد الجنبات اللي كيكونوا بيضين كيتحيدوا باش ما تخسرش ليكم التحميره ولا يخرج ليكم فيها شي حاجه بيضاء، ولا كتبقى غير فلفله حمراء كتعطي حتى في المنظر شكل زوين. كنقطعوها بهذا الشكل حتى كنكملوا كاع الفلفله اللي عندنا. هنا من بعد ما قطعنا فلفله كما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه ديال التقطاع، هاكي كتكون في السمك ديالها. باش من حطوها في الشمس كما كتشوفوا، حطيناها في السطح في الشمس سخونه بزاف، كتبقى مده لا تقل على 3 ايام الا كانت الشمس سخونه بزاف، ما حدا كتبقى في الشمس وهي كتبدا تكرم بشويه بشويه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سطاح اولا كيخافوا توسخ ليهم ولا السطاح كيكون متشاك ما بين الناس، ممكن انه من طيب الخبز ولا طيب اي حاجه في الفغان كتخليه حتى كيبرد شويه وكتخشيها في الفغان، ما تخشيهاش في داك الصهد السخون بزاف، لحقاش الا خشيتها في داك الصهد اللي كيكون الفغان باقي زاند وسخون الفلفله تحرق. كدير بوطه مهيله بزاف، ولا حتى كنكونوا طيبنا داكشي اللي طيبناه كنطفيو على البوطه ونخليو الفغان يبرد شويه، عاد كندخلو الفلفله في داك الصهد وكنخليوها مده حتى كتبدا تنشف وتبدا تيبس، وعاد باش كنجبدوها وممكن اننا نطحنوها. هنا كما كتشوفوا دخلناها الفغان، البوطه طافيه، خليناها غير في داك الصهد اللي كاين في الفغان باش نزربوا الوقت باش ما تصغرق ليناش مده طويله باش تنشف لينا الفلفله دغيا، ونوريكم النتيجه النهائيه. وكما كتشوفوا معايا هذه النتيجه النهائيه ديال الفلفله، ها كيفاش كتولي قاصحه وكتقرمش بسهوله. احنا طحناها دابا باقي ما غبلناهاش، مي هذه هي النتيجه النهائيه ديال التحميره. هذاك البريون غير ديال الفلاش غنغربلوها، وهذه هي النتيجه النهائيه بعد ما غربلنا التحميره، عطتنا نتيجه جد مرضيه. مرحبا الناس اللي عندي في القناه، ومرحبا بالناس الجداد، وما تنساوش تدعموني بلي لايك.